في ناس كانت فاكرة إننا كده خلاص في كأس العالم. يا ريت. 2-0 الله الله، عادت الأمان. مباراة فاصلة في السودان. أنا الحقيقة عشان الناس تذكرش إن في مؤامرة، احنا قبل ما تبدأ البطولة النظام موجود ولم يتغير النظام، ولكن احنا اللي ما قريناش. وابتدت يشوفوا البلاد اللي تم استضافتها للمباراة، قالوا تونس، قالوا السودان، قالوا المغرب، لأن منتخب مصر أعتقد كمان رشحنا احنا نلعب في السعودية، بس قالك ممنوع كبطولة أفريقية إنها تتلعب على أرض القارة الآسيوية. ماتش كورة مش معركة حربية، وده الغلط الكبير اللي وقعت فيه بعض وسائل الإعلام المصرية والجزائرية كمان، وكله بيحشد على السودان. توتر عنيف جدا قبل المباراة، عملت مبادرة مع صحيفة الشروق الجزائرية، وللأسف يعني ما لقيتش صدى وتجاوب، فتخليت عن المبادرة اللي أنا عملتها. كنت عايز الروح الرياضية تبقى ما بين المنتخبين. كنت بخش على مواقع التواصل الاجتماعي بشوف كوارث متبادلة، فعشان كده كنت يعني قلقان جدا. ده قرار مجلس إدارة، كان الاختيار الأمثل، كنت انت قادر على الفوز. والسودان بعتت قالت انها بتمتلك ملعب ذو مواصفات مميزة. السودان بالنسبة لنا اول حاجة ملاعب مش كويسة، ومنتخب مصر بيحب يلعب على الملعب الكويس عشان طريقة لعبه تأهله ان هو لازم يلعب على ملعب كويس يطلع فيها امكانيات منتخب مصر. فاحنا بنروح بنتمرن يومين قبل الماتش، وبعد كده الماتش. احنا من اول ما رحنا السودان اعتقد ان السودان نصها كانوا جزائريين. سبقونا للسودان وعلاقاتهم، وكانت بقى بيمشوا عاملين فلايرز وكانوا منتشرين جامد جدا في السودان، ولكن الجمهور الجزائري كله قاعد في الفنادق، لدرجة ان هم واخدين الشقق حتى اللي تحت الانشاء، فرحين بكم كبير جدا جدا. كناش نعرف كل الاحداث اللي احنا شفناها بعنينا دي. واللي اختار السودان يعني علشان ظنا ان السودان قريبة، يعني الرحلة تبقى قصيرة، ان هيبقى فيه تشجيع لمنتخب مصر ضد المنتخب الجزائري. هو مش عارف يعني ايه مصالح، ولا عارف يعني ايه ارتباطات، ولا يعني ايه التزامات. نحن شعب ساذج طيب قوي، ولا بنعرفش ندير يعني المنافسات الرياضية او المواقف الحساسة او المواقف الصعبة. هم جهزوا بدري وبعتوا جماهيرهم من بدري، وبدأ بقى تسريب اللي هو المشاكل، وان فيها يحصل وان يحصل مشاكل بقى وخناقات وضرب، قصيت لحد ما لعبت. لما رحنا الملعب كمان شفنا الحاجة اللي انا ما كنتش متوقعها خالص. تمانين في المية من الاستاد متقفل جزائريين، المصريين كلهم جاب قبل الماتش مثلا بساعة ولا بساعتين، الجزائريين كانوا في الاستاد من الصبح. أنا حاسس ما كنتش بلعب في السودان، ما اكدبش عليك، أنا حاسس كنت بلعب في الجزائر، يعني حاسس اني بلعب في الجزائر. المباراة صعبة، الفرقتين خايفين، ترجع كرة الجزائر والرصية الشوشي غير المغرب، لكن هذه المرة كانت رهيبة ورهيبة. الكرة الجزائرية خطيرة، الأداء فيه حذر،
الفرص قليلة. كرة الجزائر تمشي كرة طويلة خطيرة جدا، التسديدة عالية وهدف، عالية وهدف، الجزائر تفتح باب التسجيل، تفتح باب التسجيل. زائد بقى طبعا احنا ما كانش في توفيق خالص، يعني احنا الماتش ده هم جابوا جون كوره مستحيل انها تيجي اصلا. اللي جابها ده لعيب مدافع اسمه عنتر يحيى، لعيب كويس جدا ولعيب قوي جدا ولعيب جامد جدا، بس لعيب مش مهاري، يعني مش لعيب اللي هو عنده المهاره ان هو يرقص وان هو يجيب جون في التسعين، مستحيل. وبعدين جون زي ده الحضري مستحيل يعمل فيها اي حاجه خالص. فكوره زي دي لو شاطها 100 مره مش هيجيبها ولا مره خالص بالشكل ده. الصمت في مصر كلها، وبيخلص الشوط الاول 1-0. محدش فاهم التغيير، وقالوا ان حسن شحاته دجان انه طلع عمرو زكي وطلع احمد فتحي. الاثنين دخلوا بين الشوطين قلعوا الجزم وقلعوا الشرابات وبتاع، كابتن احنا مش هنلعب. انا كان خلفيتي اصلا وجعاني قبل الماتش، من الماتش الاول هو بتاع اللي هنا، وبعد كده سالوني كانت بدات تبقى كويسه بس وجعتني في الماتش، فانا خايف اكمل عليها، قلت حد ينزل مكاني احسن. لان خلي بالك ان كان المباراه اللي كانت في مصر بعدها بيومين التالت لعبنا ماتش، فاهمني؟ فاحنا كان عملنا مجهود كبير جدا في المباراتين والكلام ده كله، فانا جت تقريبا عضه خلفيه. طبعا انت ما عندكش استعداد تقعد تسالهم ليه ومش ليه وما اعرفش ايه والكلام ده كله، وعمرو زكي واحمد فتحي دول قلبهم ميت، يعني انت عاوز ناس زي دي؟ بقسم لك ان دي مش مباراه كوره، يعني في حياتي ما شفتش انا بلعب كوره نايم واتنين قاعدين بره الشاشات بره امن. يعني كانت اجواءها طبعا قبل واثناء المباراه وبعد المباراه كانت اجواء مش اجواء كوره. هم من الناس اللي جات لهم تهديدات على التليفونات بتاعتهم. 1-1 ولكن التعادل اقصى المصريين من المشوم. الجزائر بالتوزيع خطيره جدا، فرصه والحضر يخلص، تقدم منطقي لفلاك، تقدم منطقي للخضر، زيدان يتقدم، زيدان يبدع، زيدان يدخل، مش ممكن، فرصه كبيره والحارس. شوط كامل اكتر من 45 دقيقه وما قدرناش نحقق التعادل. انا كنت حاسس باحباط خلاص، يعني مش عارف اقول لك ايه. وبعدين انا فاكر بالظبط، يعني بفاكرها، انا بشوفها قدامي، الحكم لما صفر انا لقيت الجزائريين كلهم في الملعب. الحكم بيصفر والجزائر في جنوب افريقيا في كاس العالم. كره كان زعيم واللاعب عبله الفريق الجزائري، الجيل هذا عمل أكبر إنجازات في تاريخ الكرة المصرية. لا تقلبوا عليهم لماتش، لا تنقلبوا عليهم بعد إخفاق في وصول المونديال. لحظة عدم صعود منتخب مصر لكأس العالم كانت لحظة صعبة علي أنا على المستوى الشخصي. ربنا ما كانش رايد إن احنا نوصل كأس العالم، يمكن احنا عملنا كل اللي نقدر عليه عشان نوصل كأس العالم لكن ده ما حصلش. احنا بقى هنروح الأوتيل والحلم اللي احنا جايين منه هنروح ازاي؟ لا شعور مرير، انا بحاول اسقط الماتشين دول من ذاكرتي، مش عارف. ماتش الجزائر هنا وماتش الجزائر اللي في السودان، لان دول اسوأ ماتشين لعبتهم. يعني هو في حاجه انا دخلت اللبس بقى، يعني في حاله بكاء شديد. دي كانت امنيه شخصيه وأمنية عامة للجماهير المصرية إن احنا نوصل كأس عالم. أنا في وقتها كنت بعيط، يعني أنا الحاجة اللي بتهديني إن أنا ممكن أعيط. فهو وكان كله قدام اللعيبة واللعيبة شايفاني وأنا عمال أعيط وكده. فكان سمير عطاني التليفون وقال لي سيادة الرئيس عاوز أكلمك وكده. مش قادر اكلمه، يعني انا زي ما دلوقتي مش قادر احكي. يعني هو كلمني وقال له انت رجاله وبلغ اللعيبه ان انتوا رجاله وما يهمكوش وانتوا عملتوا اللي عليكم، يعني الكلام اللي هو يهديك على الاقل شويه نفسيا. يعني هو بيتكلم وانا مش قادر ارد عليه، وده اللي حصل. يعني هي كانت امور صعبه بالرغم ان دي كوره مش حاجه، لكن امور صعبه مرت علينا كلنا ويمكن مرت على جماهيرنا بشكل كبير جدا جدا جدا، لكن زي ما بيقولوا أداء الله وده حكمته. يعني
الموضوع اتحول لحلم فعلا، حلم مش بيتحقق، واقع مش ممكن تغييره. بس اللي كان وجع المصريين كلهم المرة دي ما كانش زي كل مرة. المرة دي الموضوع مختلف. مصر كلها كان أملها كبير في المنتخب ده، كانت عايزة تشوف المنتخب ده في كأس العالم، كانت عايزة تشوف الجيل الذهبي في كأس العالم. بطولة أمم أفريقيا في أنجولا 2010، إحنا الأبطال في آخر بطولتين ولازم نستعد للبطولة. أهلا بكم، شاهدتم الوثائقي التي سرد أحداث مباراة مصر والجزائر، المباراة التاريخية التي أقيمت في أم درمان السودان، والتي انتهت بفوز أو تأهل الجزائر إلى مونديال جنوب أفريقيا بعد هدف عن طريقها الرائع. لا تنسوا لايك وتعليق وشكرا.